يتعرض لاعب كرة القدم للعديد من الإصابات التي تحتاج إلى وقت طويل للتعافي منها، من أشهرها وأكثرها الإصابات العضلية. لكن يبقى الرباط الصليبي هو الشبح الذي يحاول أي لاعب الابتعاد عنه. الرباط الصليبي من أشهر الإصابات البالغة التي يتعرض لها الرياضيون، فهو من الأربطة الداخلية التي تحافظ على استقرار الركبة وعدم انحنائها. تحدث الإصابة بالرباط الصليبي غالباً نتيجة تعرض اللاعب لحركة في الركبة بشكل خاطئ تتسبب في دوران الجسم مع ثبات القدم، أو نتيجة احتكاك الركبة بشكل عنيف مع الكرة أو أرضية الملعب، خاصة إذا كانت صلبة، أو نزول اللاعب على الأرض بصورة مفاجئة، وذلك وفقاً لمعظم الأبحاث الطبية. تعتبر الإصابة بالصليبي هي إحدى المشاكل التي تواجه الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، والتي تطارد النجوم في العقد الأخير، الأمر الذي أصبح مؤرقاً بشكل كبير للأندية والمدربين واللاعبين وأيضاً الجماهير، خاصة وأن الإصابة تأتي لنجوم تلك الفرق أو لإحدى صفقاتها الجديدة، مثل ما حدث مع محمد محمود نجم الأهلي الذي لم يكمل مباراة واحدة مع الفريق، هاجمته لعنة تلك الإصابة ليصاب الجمهور الأهلاوي بأكمله بصدمة شديدة. مع انتهاء الدوري الأول من مسابقة دوري لهذا الموسم، هاجم الرباط الصليبي 9 لاعبين من أندية مختلفة أصيبوا بقطع في الرباط، وانتهى على الأغلب موسمهم مع فرقهم والمنتخب الوطني، كان آخرهم صلاح سليمان مدافع إمبي محمد محمود، فيما كان لفريقي إمبي والجونة نصيب الأسد من تلك الإصابة في لاعبيهم، حيث خسر كل فريق منهما لاعبين بتلك الإصابة. السؤال الذي يشغل بال الكثير من عشاق كرة القدم، لماذا تحدث تلك الإصابة؟ ما أسباب الوقاية منها؟ وكيف يتم علاجها بالشكل الصحيح؟